سلام فيتور ماما، اليوم راح نكمل لكم الفيديو نتاع لافاليز ماتيرنيتي ونقول لكم شتدوا معاكم في لاسا كالونجي تاع البيبي. بون، الحاجه الاولى اللي ما نساوهاش هو الدوسي. الدوسي تاعك لازم ترديه هو الاول وتحطيه في لافاليز. واش كاين فيه؟ عقد الزواج، لا كارت ديدونتيتي، لي زاناليز الاخرانيه اللي تعطيهم للطبيبه، دوسي ميديكال. بون، توجديه وتحطيه هو الاول في لافاليز. و بون، انا جديت معايا زوج حوايج، زوج لبسات. هذه الاولى كي زيت البيبي لبسوها له، ان بونطالون. وهذه لا دوزيام نخرجوا بها. وكاين اللي يحبوا يدو معاهم دي لوندو، كاين اللي يحبوا يدو جوج دي كوفرتور. انا دي كوفرتور، هذه باش يجيبوا لي بيبي تاعي لا شامبر تكون خفيفه. وهذه نخرجوا بها، ديت واحده زياده بالك هذه تتوسخ لي. ديت دي بودي، دي دي باردور، دي بودي. ديت هادو ما بزاف خفاف وملاح، ما فيهم دي بوتو، ما فيهم والو. ديت زوج هادو تانيك، ديت شابو لي كون زياده بالك نحتاجهم. دي شوسيت، ديت دي تورشون، هادو تحتاجيهم تمسح بيهم البيبي تاعك خيم اللانجات بالك يتقيب، ما على باليش تحتاجيهم هادو. ديت دي كوش وديت لانجات تانيك. هذا واش تحتاجي للبيبي، ما لازمش تدي بزاف حوايج وتقلي روحك، هذا واش تحتاجي برك. اذا عجبكم الفيديو ابوني باش تشجعوني ونزيد ندير لي فيديو. وميرسي، باي باي.